السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا ثالث؟ اليوم يا مس في مادة رياضيات وصلنا عند الدرس الثاني اللي هو الكسر بوصفه جزءا من المجموعة. الكسر بوصفه جزءا من المجموعة. في الحصة الماضية تناولنا عن الدرس اللي هو الكسر بوصفه اللي هي جزءا من الكل. هون جزء من المجموعة، المقصود بالجزء رح يكون البسط، ومن المجموعة رح يكون ايش؟ المقام. خلينا نعمل مراجعة. حكينا خط الكسر، هون عنا فوق الكسر بيكون خط، فوق الخط الكسر بيكون البسط، والمقام بيكون تحت خط الكسر، والمقصود بالمقام هي المجموعة او الكل، والجزء بيكون اللي هو ايش؟ البسط. هذا هو الكسر. فاليوم بدنا نشوف الكسر بجزء من المجموعة. قبل ما ناخذ المثال الموجود في الكتاب، طلع علي يا ثالث، طلع علي على المثال الموجود، انا بدي اشرح لكم اياه. شوف عندي على المجموعة الموجودة عندي هون، تمام؟ في عندي مجموعة من الالوان اخضر ازرق واحمر، ماشي؟ تمام؟ طيب أنا بدي أعد المجموعة هاي، أنا جوا الدائرة هاي، بدي أشوف المجموعة هاي كم عدد الألوان اللي فيها. أخذ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام؟ 9. طب أنا لو حكيت لك إيش الكسر الدال على اللون الأحمر؟ الكسر الدال، هاي أول سؤال، بدي الكسر الدال على اللون الأحمر. أنا بحط تحت اللون الأحمر خط، بروح على المجموعة، كم عدد الأحمر اللي فيها؟ 1 2 3، هاي جزء بده يكون البسط. 3 من كم؟ كمل بالمجموعة، من 9. 3 من 9. طيب السؤال اللي بعده، بدي الكسر الدال على اللون الأخضر، اللون الأخضر، بروح على المجموعة، كم اللون الأخضر عددهم؟ 1 2 3 4، 4 من المجموعة كاملة كم؟ 4 من 9، تمام؟ طيب 3، بدي الكسر الدال على اللون الأزرق، 1 2 2 من 9، تمام؟ هذا هو المقصود بجزء من المجموعة. فنيجي على المثال الموجود في الكتاب، صفحة 62. يلا يا ثالث افتحوا لي الكتاب، صفحة 62. يمكن، طلع هاي في عندي باقة ورد، باقة ورد، الباقة فيها 1 2 3 4 5 6 أزهار، المجموع 6 أزهار. أنا بدي السؤال، هي السؤال بأول كتاب، الكسر الدال على الأزهار الحمراء من الباقة، بروح على الأزهار الحمراء، كم من زهرة موجودة باللون الأحمر؟ 1 2 3 4، 4 من المجموع كامل 6، 4 من 6، تمام؟ ومنقرأ 4 من 6 أو 4 أسداس. نيجي على فكر، اقرأ معي، يلا يا ثالث فكر معي، بدي الكسر الدال على الأزهار الصفراء. يلا فكرت، يلا هاي بعطيك شوية، بده الكسر الدال على الأزهار الصفراء. منروح على الباقة، منشوف كم من زهرة صفراء لونها، يلا كم من واحدة؟ 2. من كم؟ من كم من زهرة موجود هون؟ من 6، من 6، تمام؟ ومنقرأه سدسان أو 2 من 6، سدسان أو 2 من 6. طيب خلينا ننتقل لصفحة 63.
شوف سهل كثير، سواء كان جزء من الكل أو جزء من المجموعة، لأنه بس الفرق بين إنه هناك في عندك كل يعني أشكال كثيرة، هون مجموعة. يعني قبل شوي حددت لكم أنا هون مجموعة الألوان، هون حددت لك باقة الأزهار. خلينا نشوف صفحة 63. طيب اكتب الكسر الدال على الجزء الملون، حدد لي الجزء الملون. هاي عندي ثلاث مجموعات، اطلع لي على المجموعة الأولى، اطلع لي على المجموعة الأولى اللي هي اسطوانات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع اسطوانات. أنا بدي أكتب الكسر الدال على الجزء الملون، يعني الجزء. كم الجزء الملون؟ واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة من المجموعة كاملة كم؟ من سبعة. بنقرأ ثلاثة من سبعة أو ثلاثة أسباع، تمام؟ طيب نيجي على المجموعة الثانية اللي هي فراولة، نيجي على المجموعة الثانية اللي هي الفراولة. واحد اثنان ثلاثة، عندي ثلاث حبات فراولة. برجع بحكي لكم بده الكسر على الجزء الملون، الجزء الملون. هاي أنا بدي أروح على الجزء، يعني بدي أكتب الجزء بالبسط. الجزء الملونات هون واحد اثنان، اثنان من كم عدد الحبات كلها؟ من ثلاثة. اثنان بنقرأه اثنان من ثلاثة، تمام؟ طيب نيجي على الكتب، الكتب الموجودة هون. عدد الكتب هون واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربع كتب. طيب إيش الجزء الملون؟ واحد، واحد من كم؟ أربعة. بنقرأه ربع، نقرأه ربع، تمام؟ طيب خلينا نيجي على السؤال اللي بعده، كمان صفحة 63. اطلع لي على الشكل الموجود عندي. يلا يا ثالث اطلع لي على الشكل الموجود عندي في الكتاب، تمام؟ طيب أنا وبدي أجيب على الأسئلة. أول إشي أنا شو بشوف بالشكل؟ مجموعة من الطلبة، مجموعة من الطلبة. عندي ثلاثة طالبات وعندي أربع طلاب، ثلاثة طالبات وعندي أربع طلاب. أنا في عندي مجموعة من الأسئلة بدي أجاوب عليها. السؤال الأول، العدد الكلي للأطفال، العدد الكلي للأطفال. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة. السؤال اللي بعده بدي عدد البنات، عدد البنات. واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة. عدد الأولاد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة. طيب بدي الكسر اللي بيمثل عدد الأولاد، بروح بشوف كم عدد الأولاد هون؟ كم عدد الأولاد؟ أربعة من كم العدد الكلي؟ سبعة. طب بدي عدد الكسر الذي يمثل عدد البنات، كم عدد البنات هنا؟ واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة من المجموعة كاملة كم؟ سبعة. ثلاثة من سبعة، تمام؟ تمام يا ثالث، سهل كثير الدرس وحلو. زي ما حكيت لكم اللي هو الجزء من المجموعة، الجزء بيكون البسط والمجموعة هي بتكون المقام. ويعطيكم ألف عافية.